السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناتنا منوعات الكل. أهلا بكم معانا في فيديو جديد، ويا رب إن شاء الله يعجب. أول حاجة كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام جميعا يا رب العالمين، ويا رب يجعل أيامنا كلها عيد وفرح وسرور، ويحل أيامنا وأيامكم جميعا يا رب. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الكبسة باللحمة الضاني. يا رب الوصفة تعجبكم وتكون سهلة، وتنفيذها ان شاء الله يكون سهل مع حضراتكم. اول حاجة انا عاملاها طبعا في حلة كبيرة شوية علشان هتبقى كلها في حلة واحدة. الحلة معايا بس بتنشف لو فيها مية او اي حاجة، وبضيف فيها السمنة اللي هشوح فيها اللحمة الاول. طبعا احنا في ايام العيد الاضحى ان شاء الله، واللحمة الضاني موجودة كتيرة جدا، وفي ناس مش بتحبها تعمل بشوربة كده، مش محبوبة يعني. فهي أحلى حاجة ليها إنها تعمل الكبسة بصراحة، يعني خرافة، أحلى من أي حاجة تانية، وأحلى من إن أنا تعمليها بشوربة كده. كتغيير معايا معلقتين سمنة ومعلقتين زيت، هسخنهم كويس. ومعايا اللحمة طبعا متصفية، غسلها ومصفية كويس علشان اقدر اشوحها معايا في الزيت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. معايا اللحمه، طبعا انا معايا اللحمه في لحمه بعضمها، يعني ما شلتهاش ولا حاجه، لا معايا قطع عاديه، وانا مقطعه برضو قطع متوسطه كده، مش صغيره قوي ولا كبيره قوي، علشان تستوي معايا وكلها تبقى سوا واحد. القطع اللي هتبقى كبيرة معايا، القطع دي هي اللي فيها عظم. ما فيش مشكلة على فكرة، العظم بيدي معايا للشوربة طعم جميل، وكده كده اللي بياكل هيشيل العظم منه. والله الوصفة دي انا اول مرة اعملها، دايما كنت بعمل اللحمة الضاني دي بالشوربة كده وماشي، هي ما كانتش بتبقى معايا زفرة حاجة، ان انا بقدر كويس، بس كده احلى بكتير كده مع رز بسمتي مع الخلطة بتاعته، بصراحة أطعم وأحلى كتير من إن هي بتعمل في الشرب. أنا سبتها تاخد معايا تشويحة كده، وهجهز الشوربة بتاعتها في حلة تانية. معايا هنا البهارات، معايا بهارات الكبسة، ومعايا كزبرة وفلفل أسمر وحبهان ومستيكة وكركم وكاري وقرفة والليمون وورق لورا. طبعا كل البهارات دي في المية اللي هعملها شوربة عشان اضيفها على اللحمة على ما اللحمة تتشوح معي. انا عايزاها تاخد غلوة هنا الاول قبل اللحم. عايزة كل حاجة في الاكل تكون سخنة كده، وخصوصا الشوربة اللي هزود بها الاكل بتاعي، او المية اللي هزود بها اي اكل ايا كان. يا جماعة انا بحب ازوده مية سخنة دايما. هقلب اللحمه معايا عشان تتشوح من جميع النواحي. اللحمه وانا بشوحها كده بضيف لها حبيتين فلفل اسمر، ريحتهم تطلع معايا في التشويحه، بتبقى ريحتها جميله. هنا بقى انا بشرت طماطمتين وضفتهم للشوربه. لو عندك صلصه ماشي، معلقتين صلصه، بس مش بفضل الصلصه الجاهزه اصلا. لو عندي صلصه في انا عاملاها ممكن اضيف معلقتين، بس انا حبيت اضيف طماطم فريش كده ليه، وبدل ما اقطعها بشرطها عشان ما يكونش فيه قشر معايا في الاكل. وكل واحد حسب ما بيحب او حسب ما بيعملها. برضو الفلفل الاسمر انا اتاخرت على ما ضفته شويه، بس انا بحاول اخليه ياخد معايا ريحته تطلع معايا في ما يسخن معايا في الزيت كده. البهارات عموما لما بتاخد معايا تشويحه في الزيت كده بيبقى ريحتها تختلف تماما. معايا هنا قرن فلفل صغير خالص، وبصلاي قطعتهم مكعبات كبيره كده مش صغيره، وهاخد اخليهم ياخدوا تشويحه معايا برضو، هتعطيني ريحه وهتعطيني طعم للكبسه جميله. لو كان معايا جزر اي حاجة من الحاجات دي كان ممكن اضيفها برضو، بس ما كانش متوفر الجزر.
او فصين توم. التوم انا ما هرستوش ناعم علشان ما يحمرش معايا ويتحروق. انا اعتبر يعني مثلا الفص التوم قطعته 2 3 كده، ومعايا قرن فلفل حامي ما حبيتش اقطعه علشان الاكل ما يبقاش حامي قوي ولا حراق قوي، يعني هيديني نكهة وحاجة بسيطة كده من حموة. هسيبها معايا لاخر الاكلة وهشيلها من الاكلة عدوية سليمة زي ما هي كده. انا ضفت الشوربة بعد ما غلت الطماطم، انا لما ضفتها سبتها غلت شوية تغلي معايا على طول لانها كانت بتغلي. انا كل ده ما ضفتش معايا ملح، انا حطيت شوية سكر صغير خالص وانا في التشويحة برضو، وهغطي عليها بقى هتغلي وهدي عليها النار لحد ما تستوي. النار الهادية يا جماعة بتسوي مش النار العالية. اكل غلي معايا خلاص يتنقل على العين الصغيرة او على النار الصغيرة ويتهد عليه خالص، النتيجة بتكون افضل وفي نفس الوقت الطعم احسن. النار العالية مش بتسوي اكل، بس هي كده غلت معايا من كله. هدي عليها بقى النار على العين الصغيرة واسيبها تستوي معايا. تاخد معايا نص ساعة، تاخد معايا ساعة، هي مش هتاخد كتير ان شاء الله. انا هسيبها بقى تغلي مع نفسها كده واغسل الرز بتاعي واسيبه ينقعه معايا شوية على ما هي تستوي. انا هعملها كلها برز بسمتي مش رز عادي، كمان فكرة ممكن تتعمل برز عادي خالص مفيش منها اي مشكلة، بس انا حبيت اعملها بقى الوصفة تكون كاملة. يعني غلت معايا شوية هنا حوالي نص ساعة وبدأت تستوي معايا خالص. لا مش كانش نص ساعة بس، لا كان اكتر، كان حوالي دخلنا في الساعة كمان. الرز معايا متصفي، انا معايا هنا انا ضفت كيلو حوالي كيلو رز. ايوه انا كنت هشيل منه شوية بس لا لقيت الكمية محتاجاه يعني. واللحمة كان معايا حوالي كيلو كيلو وربع لحمة برضو. كل واحد بقى بيعمل الكمية اللي محتاجها، يعني انا كل واحد عارف بيته محتاج كمية ايه اول حاجة اللي موجودة عنده. بالتقدير كده يا جماعة، والله مش لازم يعني، اصل اللحمة والحاجات دي مش هقول لك كوباية كيلو اللحمة مثلا له قد ايه رز، لا عادي. هسيبها هنا تتشرب معايا، هنا بدأ الرز يتشرب. محتاج يتقلب ليه؟ علشان بس ما يتحرقش مني ولا حاجة. انا نقلته كمان على عين الصغيرة، بديله بس تقليبة، خلي اللحمة في قلبه من جوه عشان برضو الرز بيتردد هي تكمل سوا معي. هغطي عليه واسيبه ياخد يستوي براحته خالص. هي كده الوصفة كمان ما فيش فيها اي حاجة، و انا شايفاها حاجة بسيطة يعني مش شايفة الموضوع صعب. كده بعد ما خلص واستوى معايا الرز مفلفل واللحمة مستوية وكل حاجة تمام، بصراحة يعني كان طعمه جميل جدا. هو كان ناقصه بس زبيب وفول يتحمر وتحط على الوش بتاعه، بس ما احنا مش بنحبها قوي يعني، فما عملتهاش. ده اللي ناقص عشان طبق الكبسة عشان يكون كامل، بس مش اكتر من كده. ده طبق الكبسة معايا اهو، طعم وريحة ولون كل حاجة، بصراحة كان جميل جدا والطعم اجمل من الشكل كمان. اللحمة مستوية معايا خالص اهي. طبعا انا ضفت الملح وانا بضيف الرز، اهي كلها الحلة معايا ما فيش فيها اي حاجة. يا جماعة اول مرة تشوفونا وياريت تدعمونا بلايك واشتراك في القناة، والف شكر طبعا اللي كمل معايا الفيديو للاخر، وكل سنة وانتم طيبين مرة تانية.
ويا رب يا رب تكون وصفتي عجبتكم وتكون طريقة سهلة وكل الناس تقدر تعملها. الرز معايا مفلفل وجميل جدا والله، طعمها كانت روعة. اتمنى الكل اللي يجربها يقول لي رأيه، ولو اي حد عنده اي تعديل انا ما عنديش اي مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.